مرحبا بكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هاي الطابعة مثل ما تشوفون إبسون، طابعة إبسون ورك فورس يعني wf-2520. هاي الطابعة مشكلتها شنو؟ مشكلتها إذا تشوفون الجسمه ماكو الأحمر مالتها، ماكو تشوفون أصفر موجود، أزرق موجود، والأسود موجود، بس الأحمر ماكو. هاي طبيعتنا. فش سوينا لها؟ طبعا سويت لها عدة إجراءات وتنظيفات وكذا، وضخ بالسرنجة، ضخ بالسرنجة سويت لها ضخ وشفط ضخ وشفط، لكن ما نجحت كل الإجراءات. المهم وصلت إلى النتيجة إنه لقيت هذه نقطة التماس، هذه القطعة اللي تسوي نقطة تماس ما بين المحبرة، هذه المحبرة زين تعرفون الشيب يقعد بالضبط، حتصير هيج بالضبط، الشيب يقعد شوي بالطريقة هاي، يقعد بالطريقة هاي بالضبط، بالطريقة هاي يقعد يعني. فتشوفون انه نقطة التماس، نقطة التماس ما بين الشيب وما بين هذه القطعة وما بين المذر بورد يعني الكارت الرئيسي، خلينا نقول هذه القطعة لقيتها غربانة بالحبر المركب، الحبر السائل. تعرفون انتم الحبر السائل هو موصل يعني موصل جيد للكهرباء، لانه يعني يعتبر من السوائل بها نسبة مي عالية، فلقيتها واصل يعني هنا متشبع ناطب، اي اذا متشبع لقيتها متشبع هنا داخل بيناتها. المهم فتحتها ونظفتها مثل ما تشوفون، جبت شوية قطعة مال كلينس يعني منديل ورقي ونظفتها بشكل قوي. المهم فهسه راح ارجعها بالضبط مثل ما تشوفون، راح ارجعها بمكانها ان شاء الله اقدر بتأكيد، ان شاء الله اقدر بتأكيد. اعتقد نجحت، والله نجحت. طيب نجحت الثانية لما نشوفها، ونجحت الثالثة. أنا مو مهم يعني مكانها بالضبط، يا هي مالت منه، هي ما بيه قارئ، مجرد موصل يعني موصل معدني. اوه جيد، هسه نجي نقعدها بالضبط، نقعد هاي القطعة، هذه القطعة مهمة كلش يعني مثل تشوفون لازم هالقطعة هذه الأشياء تلامس هذا الشيب يعني الكارت هذا يلامس هذه النقاط، هذه النقاط مهمة. فراح أحاول متأكد، ما اريد يوجهني خطأ، الخطأ هنا قطعة الكترونية هاي. خطأ مكلف. اعتقد كادت مكانها. نعم كل شيء قاعد مكانه. هسه نجي نركب هذه القطعة. طبعا هذه القطعة وين تصير؟ تصير بالرأس مال الطابعة، تصير هنا هذا الرأس. نجي نركبها كلش مهمة، طبعا بها كيبل همين، بها كيبل همين يقعد.
تمام قعدت. هسه نرجع الكيبل الشريطي. الكيبل الشريطي كلش مزعج. ما اعرف شلون راح يصير. قد مكان مزعج. ما تتخيلوني مزعج. لكن نحاول شو نسوي؟ نحاول احنا وياكم سوية نحاول نحطه بمكانه. طبعا ما راح ترهم الشغلة، يحتاج لنا إلى ضوء. خليني أفتح عندي مصباح صناعة يدوية. أنا صناعة بيدي. المزجونة شنو؟ ما عليه لزمة، ما عليه لزمة، بس نلقى لزمة ولا ينشرط ولا تشوفكم مكانه. تشوفوا مكانه ذاك الأبيض هذا تشوفونه ذاك مبين يعني جوه. هذا شوف هذا ضواني هذا. خليني اشكله وارجع لكم لانه شغلته عويصه تبين. مثل تشوفون تركب ذاك الابيض. شوف ذاك الابيض الصغير الضوء عليه هسه نزلت الضوء هذاك الصغير. المهم هسه نجي نركب ال هاي نقطه مهمه اللي هو هذا الغطاء الاسود. مثل ما عرفتكم الغطاء الأسود هذا يحمي ال الكيبل. هسه قاعد كل شيء بمكانه تمام. هذه رجعناها مثل ما تشوفوها كل شيء بمكانه قاعد. هسه نرجع نركب ال الخراطيش ونشوف وين وصل بينا الشغل. اولا يلا جاني الاصفر مشكل، بعدين الازرق هم مشكل. هو راح يطلب اول تاير راح يطلب عندك بالترتيب. يقول لك هذا مقعد هذا مقعد بالترتيب يطلب عندك عندك يجيك تحذير. تمام هسه كل شيء تمام. هسه شغله هذه الطابعه شوف شو عسر يعني. الحمد لله. يقول انتظر يقول انتظر نشوف لو راح يوصلنا. انا جاي استعيد الطابعه تهيئ الطابعه. تمام. شو يقول هنا؟ يقول يعني ما تعرف على الخرطوش الام للماجنتا. نسوي الخرطوش نبدل الخرطوش الام. يقول لك بدله. احنا ما نبدله. شو نسوي له؟ نفتحه نسوي له نسوي له عده حركات احتكاك بين نقطه التلامس وبين الرقاقه الالكترونيه ونقول له تمام. هسه راح يقول دي تشيك طابعة والرأس مالته. شوف وين يوصل. خلنا نشوف قبله. اي والله قبله.
تمام تمام بس نجي على ما نجي على الطابعة، قصدي نجي على البرنامج مالت الثابت منه، العفو البرنامج مالت نقول الدوام، يعني طبعنا سوينا الطباعة شيكنا رأس الطابعة، هذا إذا طلع هيك مضبوط، إذا طلع هيك إرادة يعني تنظيف، عملية التنظيف، نرجع الطابعة نشوف، نادي يقول لك جاي تبدأ الطابعة جاي تبدأ بالطباعة، نشوف وين تصل وياها. لتهيئ الطابعة خلت تطبع وارجع لكم، هذا لا يطول الفيديو. طبعا اخذت الورقة لما تطبع مثل ما تشوفون، هسه تبين لكم نشوف ايش صار ويانا بعد ما يطبع اللون الاحمر، نشوف ليش ما يطبع اللون الاحمر. ها خلينا نسوي له تنظيف، تنظيف رأس الطابعة، نسوي له تنظيف، انتظر يقول لنا ابدأ احنا عملية تنظيف، كلكم تشوفون هذه الماسحة يعني عملية تنظيف تستغرق يعني وقت، فأني راح أوقف هذا وأرجع لكم. عملية التنظيف تخلص أو على شكل تخلص. من تخلص عملية التنظيف راح نطبع التجربة، صفحة التجربة نجرب عملية التنظيف طباعة، راح نشوف شو يصير. شوية اجى، راح نستمر بعملية التنظيف إلى أن تتوازن وتتنظف، تنفتح الرأس مالته، لأن الرأس مالته نظيف. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نلتقي إن شاء الله تعالى بفيديو جديد. استمر بعملية التنظيف إلى أن تصير الورقة مثل هذه، يعني يجي الأحمر، وأهلا وسهلا بكم.